هل يجوز أن تساعد امرأة في أن تعمل امرأة أخرى؟ إيه؟ أم هذا من التعاون على الاسم بحكم أن أغلب الأعمال فيها اختلاط؟ ينظر إلى حال العمل وحال المرأة وينظر إلى الملابسات المحيطة بالعمل. يعني واحد قال لك اشفع لهذه اللي بنتي شغلها سكرتيرة عند واحد في شركة، بئس العمل وتأثم، لأن سكرتيرة يخلو بها يوميا.